أنا اسمي ولاء صلاح من السودان، من دولة كانت تعرف حتى العام 2011 بأكبر دولة أفريقية، حتى اختار أكثر من 98% من شعب جنوبها الانفصال. لم تكن هذه النتيجة صادمة بالنسبة لنا، فنحن من دولة ظلت ترزح تحت نيران الحروب الأهلية الممنهجة منذ العام 1955 بين شماله وجنوبه، حرب انتهت في العام 2005 عبر اتفاق سلام، ولكن قبل هذا الاتفاق بعامين فقط أقدمت الحكومة السودانية على ارتكاب واحدة من أبشع الإبادات الجماعية في إقليم دارفور، وبعدها في العام 2011 في جنوب كردفان والنيل الأزرق، حروب مستمرة إلى هذه اللحظة. منذ استقلاله في العام 1956 ظل السودان يتقلب ما بين مطرقة الحكومات العسكرية وسندان ديمقراطية تأتي بأحزاب طائفية على رأسها. أسوأ انقلاب عسكري حدث في العام 1989 والذي جاء بالجبهة الإسلامية القومية على رأسها. عندها تم حشد الشباب المسلم في الشمال إلى الجهاد ضد الجنوب المسيحي، فتحول النزاع من حروب نحو تنمية متوازنة إلى حروب دينية وقودها الشباب والأطفال. أنا من السودان، الدولة التي يحكمها الرئيس الوحيد المطلوب للعدالة الدولية وما زال يسيطر على الحكم، من بلاد يستخدم معها المجتمع الدولي سياسة العصا والجزرة، فما زالت الحكومة ورئيسها تمول وتدعم من ذات الدول التي تطالب باعتقاله والقبض عليه. لست هنا لتقديم شهادة عما تعرضت وأتعرض له فقط، لكن لتسليط الضوء على معاناة شعب يناضل من أجل الحصول على أدنى الحقوق. أنا هنا من أجل علي فضل الطبيب النقابي الذي قتل في المعتقلات أو كما تعرف عندنا ببيوت الأشباح. علي فضل تم قتله في العام 1991 بوضع مسمار على رأسه والدق عليه حتى وفاته. أنا هنا من أجل صديقي في المدرسة غسان محمد اللمين، الطفل الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً والذي تم قتله داخل معسكرات الخدمة العسكرية الإجبارية لمجرد أنه ذهب للنوم والاستراحة دون إذن الضابط المناوب. تم ضربه بالبندقية على رأسه حتى توفي. أنا هنا من أجل الأطفال الذين هربوا من معسكرات التجنيد الإجباري في منطقة العلفون فتم قتلهم ووضعهم في مقابر جماعية. أنا هنا من أجل النساء اللائي يتم اغتصابهن بشكل ممنهج وتحريض وتمويل من الحكومة في دارفور. أنا هنا من أجل صديقي والذي أصبح لاحقا زوجي والذي تم وضع مكواة كهربائية على قدمه حتى وصلت إلى العظم، فقد على يسرها القدرة على المشي لعام كامل. أنا هنا من أجل أكثر من 1600 معتقل ومعتقلة و206 شهيد وشهيدة نتاج التظاهرات التي حدثت في الخرطوم وأنحاء السودان المختلفة فقط منذ 3 أسابيع مضت. هذا الرقم الكبير تم قتله واعتقاله فيما يقل عن أسبوعين، أطلق الرصاص على صدور ورؤوس المتظاهرين. أنا ابنة هذه البلاد، نشأت على الظلم، دوما أقول أني قد تعرفت على الظلم والقهر السياسي وأنا في عمر صغير جدا. في العام 1991 وكنت أبلغ في ذلك الوقت 4 سنوات، تم اعتقال والدي من داخل المدرسة التي كان يعمل معلما بها، تم اقتياده إلى زنازين جهاز الأمن لأكثر من عام. كنت أسأل كثيرا عن أبي وقتها، لم يخبرني أحد بما حدث له، ولكن كنت ألتقط محادثات الأهل والأصدقاء الذين أتوا لمواساة أمي. علمت وقتها أنه معتقل سياسي، ومنذ ذلك الوقت وأنا أنتقد الحكومة وألعن الظلم والاعتقالات ومن وإلى الآن. تم اعتقالي منذ سن مبكرة، فأول اعتقال لي وأنا في 16 من عمري. اعتقالات في مجوان لها بلغت 6 مرات، لن أحكي عن تفاصيلها، فهي ليست أسوأ من تجربة صفية إسحاق الناشطة بحركة جريفنا التي تم اغتصابها في العام 2011 داخل المعتقل من قبل 3 أفراد من جهاز الأمن. ليست أكبر من اغتيال علي فضل وغيره من المدافعين، ليست أكبر من تجربة من فقدوا أرجلهم وأيديهم نتاج التعذيب، ليست أكبر من تجربة من فقدوا أرواحهم لدفاعهم عن حقوق الإنسان في السودان. أهم الدروس التي تعلمتها من خلال العمل في السودان ومن خلال سماع شهاداتكم ومشاهدتكن على مدى اليومين السابقين أن التعذيب والقتل والتشريد لا يزيدنا إلا صلابة وقناعة بأنهم جبناء. إنهم يهابون أشخاص لا يملكون سوى عقول يفكرون بها وألسنة يتحدثون ويناقشون بها الناس. فكما قال شاعر الشعب السوداني محجوب شريف: مساجينك نغني ونحن في أسرك وترجف وانت في قصرك، فما حيلة قوانينك. أريد ختاما أن أتقدم بشكري لكم جميعا، فحينما يحس بعضنا بأننا في جزر معزولة أو وأن ما نتعرض له لا يشابه ما يعانيه الناشطين والناشطات حول العالم،
تأتي مثل هذه الملتقيات لتذكرنا بأن نضالاتنا نحن عالم أفضل هو في كل مكان. نضال من أجل العيش بكرامة وحرية، هو نضال لن ينتهي اليوم أو غدا. نعم، أحلم أن أرى اليوم الذي ينعم به شعبي بالحرية والعدالة، ولكن بالتأكيد سأكون سعيدة إذا نعمت به أجيال قادمة. شكرا جزيلا.